السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة، كل عام وانتم بصحة وسلامة. رمضان الأول ديالو أخوتي، وما كرهتش الموسيقى اللي كانت في ليدوبيا، نخليها لكم حتى الاخر. تتحمقني انا هذوك الاجواء ديال رمضان والشعائر ديالها، وريحه رمضان راه تتكون مختلفه على الايام ديال السنه الاخرى، لا من الطبخ ولا اي حاجه، حتى ان الناس يكونوا لابسين واحد اللباس محتشم، كل شيء زوين فيه، الجو تيكون مختلف، سبحان الله العلي العظيم. وهذا الاحساس هذا ما تيكونش غير عندي انا بوحدي، جميع الناس اي واحد تتسولو تيقول لك رمضان تيكون مختلف على شهور السنه كامله. كي دايرين اخوتي؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي دايرين الاباء؟ كي دايرين الاخوان؟ دابا حنا رجعنا اسره، واخا ما تنتقابلوش، ولكن راه كاين واحد الود والتواصل بيناتنا عبر هذا اليوتيوب. الله يخلينا دائما اصدقاء مخلصين اوفياء. واحد تكتب واحد الكومنتار رائع لواحد الشخص ما تعرفوش، هذا دليل على انه انسان طيب. وشكرا للناس اللي دخلوا عندي عاد جداد، وشكرا لكم بزاف 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 على البصمات وعلى التشجيع وعلى انكم تدعوا مع الوالده ديالي وعلى المباركه ديال ابنه الاخ ديالي، وشكرا لكم على انكم دعيتوا معايا بالشفاء، والحمد لله راه تمثلت لي الشفاء. شكرا بزاف بزاف، اي واحد كتب لي تعليق زوين تنشكره، وربي يسهل لي الامور ديالو ويحفظه من اي آفة ومن اي شر يا رحمن يا رحيم. خوتي الموضوع اللي بديته ضروري ما نكمله، ما يمكنش تقولوا سلوى بدات لكم واحد القصه واحد الحدث مهم كاين في اليوتيوب وخلاتكم ومشات. ضروري ما نحللوا لهذا الانسان الشخصيه ديالو، كيفاش انه واخد واحد المفهوم على اليوتيوب انه واحد الخدمه. يعني جلس انت النهار 24 ساعه ما تخدم ما تردم، ودير واحد الفيديو في 21 دقيقه ولا لايف في واحد ساعه ونص، جالس مبرع عايش الحياه كما يجب. احنا تنعرفوا بان الله سبحانه وتعالى تيقول لك العمل عباده، يعني ضروري هذا اليوتيوب هذا الانسان تيديرو غير فوق الشيء اللي عنده. يعني لا دخلات شي ريال ولا جد ريال منه، هذيك راه غير بركه ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن المال اللي تيبارك فيه الله سبحانه وتعالى هو المال ديال العمل اللي تدير فيه واحد الجهد وتتعرق فيه، سواء بدراعك ولا بالفكر ديالك ولا بالقدم ديالك ولا اي حاجه، المهم خصك تخدم. هو تيقول لك لا ما خصيش، انا خدام دابا يا وتندير الفيديوهات التافهه ما تنقول والو فيهم. البارح خرج في واحد اللايف اخوتي، في الحقيقه انا تنستعجب كيفاش هاد الانسان تيدير البوز من لا شيء، داير دراك بحال العيالات، وقال لك غيخرج يحني الناس باش يجيب المال الحلال، حيت الزوجه الاولى ديالو خرجت في واحد الفيديو هو فهمه خطا، قالت بان الحنه المال ديالها مال حلال. وفعلا راه اي مراه تخدم النقش راه حلال، الانسانه تتمشي تنقش العيالات في المناسبات وفي الاعراس وفي اي حاجه، المهم تدخل هذوك الريالات حلال طيب، ودارت بها منازل ووكلاته هو براسو، وكلات وليداته اللي دابا بناته بجوج تيضربوا فيها. المهم اخوتي انا كنت باغا هاد رمضان هذا نحبس، ما بقاش نهضر في هاد المواضيع، ولكن تتشوف الانسان خصك ضروري ما تشحطيه باش يتوب الله. راح شومه انه يهاجم الزوجه ديالو اللي قدات مع 20 سنه من العمر ديالها، وكلاته شرباته عيشاته معاه في الدار، هو بيطالي ما خدام ما، وهو خصو يشوف ويراعي الوليدات الصغارين، وكذلك يفكر يقول واش انا ما دوزت نهار زوين مع ديك السيده، ويشوفوا ان هذا شهر رمضان الكريم يخليه غير يدوز ويبدا هذيك الساعه يعطيها الى دارت علاش، ويدير كما دارت هي. صافي قالت ستوب، ما بقاش نهضر في دوك المواضيع، لان من خلال الهضره ديالها تيبني فيديوهات عده تيخدم عليهم، وتيبقى يقلدها ويضحك الناس عليها، تيتنمر بهذا المعنى، وكذلك باغي يبين الناس بانها راه ناقص عقل حمقى. واش الانسان اللي تيمشي يخدم ويجيب الفلوس ويسوق الطوموبيل وتيشري الديور وموكل هاد السيد النيت الخبز، واش حمق؟
غاي نتوما غتبان لكم شكون اللي حمق وشكون اللي بعقله. وباغا نقول ليه راه دوام الحال من المحال، راه اي حاجه تتجي بالساهل تتمشي كذلك بالساهل. الله اعلم شنو مخبي لك الزمان، دير واتقي الله في ديك المراه، راها حسنات بيك وخداتك دون المستوى، يعني قل منا. وهذا هو اللي تنبغي نقوله انا، اي امراه دائما تاخد الزوج المستقبلي ديالها يكون في نفس النيفو، لا الثقافي ولا المالي ولا المعيشي الاجتماعي ولا اكثر منا. ضروري، لان الرجل اللي خديتيه قل منك غيجي واحد الوقت غيبغي ياخد هذاك الشيء اللي عندك، لان الرجل ما تيبغيش المراه تكون احسن منه. ضروري ها، انتما الظاهره هذه اللي بانت في اليوتيوب راه ماشي غير هاد الظاهره هذه، راه كاينين عده ظواهر. شحال من مراه طلقات في اليوتيوب من الرجل دار الحبه ودار الفلوس، وكانت المراه هي اللي خدامه عليه، والسيد قال لك تيهضر غير بالمنطق، ما عنده حتى الثانيه ابتدائي وقال لك تيهضر بالمنطق. ما فهمتش انا، هي الفلسفه ما قريتها حتى الباك، حيت كنت شعبه علميه، يعني هاد الشيء هذا راه كبير عليه ان المنطق يعرفه. ايوا خوتي نقول لكم، هاد الدور اللي تديرو الام راه كان خص الاب اللي يقوم به، لان الاب هو اللي خصو يقلب على اللي اغتصب الحياه ديال واحد الطفله صغيره اللي هي دابا خارجه تضرب في امها. هذاك الشيء اللي خلى الام تشك في الاب بانه زين المحارم. اخوتي تنقول لها الله يهديك يا بنتي على امك، ورا الام راه ما كاينش بحالها، راه تعياي تعياي، ولكن ضروري من الام ديالك راه هي اللي تتخاف عليك. اما الاب هانتوما تيقول لك مشات مرا جات مرا، هو تجوج بمرا الثانيه ويقدر يتجوج بالثالثه ويقدر يتجوج بالرابعه. وشحال من مرا تتكون ارمله ولا مطلقه وتتشبت بوليداتها وتتمشي تخدم عليهم وتوقفهم على رجليهم، والبنت توصلها لدارها والولد تكون ليه المستقبل ديالو. خوتي العزاز، هاد العائله انا ما فهمت فيها والو، راه عرفتي راه تسطي الا تبعتهم والله تتحماقوا. سيده قالك غيجوجوها، والراجل اللي غيجوجوها ليه راه كاين في الحبس، وهي خارجه في اللايف تتقول لهم انا ماشي زواج زواج، غير غيخرج من الحبس نطلقوا كل واحد يشد طريقه، ماشي هذاك الزواج ديال انني ندير معاه الدراري ونكون معاه اسره. ما فهمتش انا المعنى هذا، الا ما كانت النيه في الزواج راه ما كاينش الزواج اصلا. زعما بغيتي ديري ورقه انك مطلقه وتلعبي كما بغيتي يا اختي، حشومه كاع. وراه هادشي اللي الام ديالها تتقلب على شكون اللي دار هاد، لان دايره شوها راه فضيحه. وخا تعيا ما تغسل وجهها ما غيتغسلش، راه وخا تمشي ويضحكوا معاها الناس، ولكن في ظهرها راه يضحكوا عليها، يقولوا هذيك هي الفاعله، هذيك هي التاركه، هذيك هي الدايره. وخصوصا الا خديتي الطامبو ديال اكبر مسخوطه على اليوتيوب، ويه يا خوتي اجا ما يمسحها لا قومه ولا بلونكو ولا حتى شي حاجه. خاص شي واحد عنده العقل يمشي ينصحها ويقول ليها في هاد العواشر تمشي تلح على رجلين يماها امها وتبوسهم، ويا ربي غير تسمح ليها وتغفر ليها. وحتى الله غضبان عليها، تقرب للام ديالها بعداك وتسمح ليها وتوب. هاد الشيء اللي باقي راه ما بقاش صغيره دابا، راه علينا 18 عام، راه ما بقاتش، راه دابا صافي، راه قدها. كانوا الناس شحال هادي تيتزوجوا صغارين تيديروا ثلاثة أربعة ديال الدراري، والله يا ديما اخلاق. وخصوصا الاب ديالها ما تيحشمش نهائيا، عنده واحد البروده ديال الاعصاب ديال نقالزه ولا اكثر. عرفتي دوك الناس اللي مخشيين في الجليد، راه هو براد منهم والله العظيم. تيهضر بواحد الهدوء وبواحد المنطق، وتيقول لها خرجي وردي عليا وجاوبيني بالمنطق، المنطق اللي ما تعرف منه لا الميم ولا النون ولا الطا ولا قاف. في الحقيقة انا بحال دوك الناس تيمرضوني، خصوصا انا الراجل مي تنشوفو داير كورميطة في يدو وسلسلة في عنقو والخواتم، هذاك واش هذاك راجل ما خلى العيالات ما يديرو، ودابا خرج لك داير الدره الفولار وتيقول لك وات انا غنخرج نحني غنحني. يمكن تعلم من مورا مراتو، كانت تحط لي بره والحنه وكانت تتعلم. وقالت لك البنت ماشي هي اللي علمتها النقش، باها
كي درتي لها اختي؟ كي درتي لها؟ انا لا معها الطرف ولا معها الطرف. خليو الامور تمشي في المحكمه حتى يبان شكون هو المتهم الاول في هذه القضيه هذه، بلا ما تخرجوا في هذه الخرجات الزيرو. اما الزوجه الثانيه الملقبه بالسارعه خرجت تضرب في سكان مدينه فاس، هذه قصه اخرى. خليوها خليوها، حتى الفيديو الماجي ونعاودو لكم. كأن فاس والحسيمة في دولتين مختلفتين، وحنا راه التقاليد والمبادئ والأخلاق وكل شيء كل شيء كل شيء عندنا في المغرب، عندنا نفسه فين ما مشيتي. وإلى هنا ينتهي الفيديو ديالي، وانتظروا الفيديو القادم على السريع. إلى اللقاء.